هشكر الكابتن حطيب، هشكر اخويا يعني ده اخ غالي ولعيب غالي، وبالرغم ان نجوميته دي كلها ومستواه كان عالي جدا لدرجه ان انه ولن يترك النادي الاهلي، ولا يفكر ان يقول اي حاجه، ما عندوش استعداد غير ان انا العب للنادي الاهلي. جاء قبل كده من كام مره عشان يطمئن الاول عليا يشوف ايه الحكايه، فالحمد لله بسيطه يعني مش، فجاءت النهارده عشان هو بيعمل يوم الحد التكريمي للكبار، كبار الرياضيين القدامى. دي حاجه جديده، مش جديده، دي عباره عن بيرجع النادي الاهلي بتاع زمان اللي هو اهلي اهلي فعلا. وانا مش عارف اشكره ازاي لانه ده من ابناء النادي الاهلي، وانا سعيد ان واحد من ابناء النادي الاهلي على مستوى عالي من الكفاءه واللي هو يبقى رئيس النادي الاهلي، واشكره ان هو جالي كم مره، دي يعني كبيره قوي بالنسبه لي. وانا يمكن صالح سليم جالي مره واحده، انا ما كنتش عايز غير مره واحده ايامي، يعني ما فوتش. لا انا بالنسبه له كان، او بالنسبه للخطيب زي صالح سليم بالظبط، فهنقف جنبه وان شاء الله نتمنى من جمهور النادي الاهلي انه يحافظ عليه ويديله فرصه انه يقدر يعمل حاجات او في عمل حاجه حلوة رجعتني لأيام زمان. وبالعملة اللي عملها دي كانت هايلة، وكانت تثبت للعيبة ان اللي يحب النادي الاهلي ما يحاولش ان هو يتلاعب معاه. احنا كلنا ما كنا، انا كان بياخدوا اللعيبة 50 جنيه، كانوا يدوني 5000 جنيه النادي الزمالك، وبقيت عيط وانا لغايه لما رجعت النادي الاهلي تاني، ويعني ما كنتش رحت ولا حاجه، كنت استقالات وبتاع، ورجعت النادي الاهلي تاني. حسيت ان انا يعني لو خرجت عن النادي الاهلي كاني خرجت عن بيتي، خلى الموضوع يحسوا ان ده ابن النادي اللي ما سابنيش، تابعني وجا تاني مره عشان يديني الإشارة التكريم ودرع النادي الأهلي وكل الحاجات دي كلها. الحمد لله كان في ظروف معينة، دخلت المستشفى، المستشفى هنا يعني على مستوى عالي من الكفاءة، وإن علاجهم كان مفيد ورجعني تاني لشبابي. يعني مش صالح سليم بس، ده الجيل كله يعني، من مختار التتش مكان كده، كان حازم زي الخطيب دلوقتي، خلاص ما فيش وقت للدلع. هو في وقت انك انت النادي الاهلي ده لازم تعتبر انك في بيتك، وانك تحافظ على بيتك زي تحافظ على النادي الاهلي زي ما تحافظ على بيتك. شوف حسام البدري ماسك الفرقه مطمئن، لانه ابن النادي الاهلي، اللي بيحس بالنادي الاهلي هو اللي عاش فيه ولعب فيه وعمل فيه، ما مش 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 ما ما, ما يشتروه عشان بره النادي الاهلي، لا هو ابن النادي الاهلي وعلى خلق ومستواه الرياضي على مستوى عالي، ولذلك النتيجه بتاعت النادي الاهلي. انا كنتش متصور النادي الاهلي هيلم نفسه
بفترة مصيبة بقدرة، إنما الحمد لله الحمد لله النادي الأهلي بكل وقت مشرفنا، وخاصة لما جه رئيسه محمود الخطيب اللي هو اللعيب الكبير العظيم اللي ما يتنسيش في الكورة. بشكر جدا قناة النادي الأهلي والكابتن الخطيب على زيارته للكابتن عادل هيكل. احنا بقالنا حوالي الوقت 10 ايام هنا في المستشفى، وانا كل يوم انا سايب اسكندرية، انا اقامتي في الاسكندرية وبجيله في ميعاد الزيارة اللي هي من 3 لـ 2 لـ 3 عشان اكون معاه. ومعنويته ارتفعت جدا بعد زيارة الخطيب ليه، وانه حسسه ان لسه النادي الأهلي في الناس الرجالة بتوع زمان والاصول الأهلوية. وانا بشكره لان دي مش اول زياره ليه، دي تاني زياره. وبشكر وزير الشباب برضو انه تكفل بجميع المصاريف بتاعه الكابتن عادل بعد ما كان هو عيني بيدفع من جيبه كل المصاريف، لكن هو قال انا بعد كده مسؤول مسؤوليه كامله عن علاج الكابتن عادل. وكذلك الخطيب برضو ادى تعليمات ان الفواتير تروح له على النادي الاهلي، يعني ان شاء الله دي حاجه جميلة جدا أو روح حلوة جدا من النادي الأهلي ومن وزارة الشباب. ويعني إن شاء الله كابتن عادل هيبقى بصحة جيدة ونتحسن جدا عن الأول. دي ما تتصورش رفعت من معنويته إزاي، وسعيد جدا بهذا اللقاء وهذا التكريم، لأن عادل هيكل يستاهل. عادل هيكل ده تاريخ، محدش يقدر ينكر إيه اللي عمله للنادي الأهلي. فالنادي الأهلي بيكرمه دلوقتي، ده وهو والآخرين اللي في سنه زي عزة أبو الروس وزي المجموعة كلها. نشكر جدا مجلس إدارة النادي الأهلي وعلى رأسهم الخطيب على تكريم الكابتن عادل وتكريم القدماء اللاعبين العظام اللي خدموا النادي الأهلي. عادل بس مش كابتني بس، وكمان أخويا الكبير. أما بالنسبة للكابتن الخطيب، هو اللي خلاني بعد ما كنت بلعب إنسايد رجعت باك، لأن هو جه هو عبد العزيز عبد الشافي أخذوا المكان اللي أنا كنت بلعب فيه، واضطريت عشان خاطر كان ناقصهم الديفنس، فرجعت أنا ورا ألعب باك من ساعة ما الخطيب ظهر، ولعبت معاه هو وإكرامي ريم عبد الصمد وحسن حمدي وهاني ومجموعة كبيرة جدا كلنا مع بعض. النادي الأهلي بتاع بطولات، هو ما بيلعبش إلا عشان ياخد بطولات، وهذه حاجة متعودين عليها. وطبعا دي حاجة كبيرة جدا وشرف كبير جدا إن النادي الأهلي يفضل على القمة في جميع، وإن شاء الله هياخدوا الكاس وجميع البطولات التانية بإذن الله. ألف سلامة عليك كابتن عادل، إن شاء الله تقوم بالسلامة وترجع شباب زي ما قلت كابتن عادل هيكل. كل محور حديثه عن النادي الأهلي وعن أهمية النادي الأهلي كانت في حياته، وعن رموز النادي الأهلي، وعن دور الكابتن محمود الخطيب إن هو رجع النادي الأهلي. مش عايز أقول رجعه، يعني عايز أقول إن الكابتن محمود الخطيب عارف قيمة النادي الأهلي وعارف قيمة أبنائه، عشان كده بدي كل واحد من أبناء النادي الأهلي حقه. كابتن محمود الخطيب يا جماعة كل يوم بيثبت إن كل الأعداد اللي نزلت عشان تنتخب الكابتن محمود الخطيب وكل المواقف اللي اتعملت من اي حد عشان الكابتن محمود الخطيب كان ليهم مليون حق في هذا الامر. كل يوم بيثبت ان هو فعلا يستاهل ان هو يمسك رئيس النادي الاهلي. كنت دايما بقول ان النادي الاهلي بيضيف لاي حد، لكن من القلائل جدا ان اي حد يضيف النادي الاهلي. التاريخ هيكتب ان النادي الاهلي تولى مسؤوليته الكابتن محمود الخطيب، زي ما يكتب في تاريخ الكابتن محمود الخطيب ان هو تولى مسؤوليه النادي الاهلي. ودي حاجه اكيد بتشعر بالفخر لما تنتمي للنادي الأهلي، وكمان لما تكون رئيس هذا الكيان الكبير. لكن أيضا هيكتب التاريخ أن النادي الأهلي مسكه شخصية زي شخصية الكابتن محمود الخطيب، عارفة قيمته وعارفة قامته وعارفة كل حاجة، وعارفة أولاده بتقدر أولاده وبتحافظ على أولاده. والنهاردة خير دليل وخير مثال أنه هو بيكرم أبناء النادي الأهلي. إن شاء الله هنشوف هذا التكريم مرارا وتكرارا بإذن الله. يعني عايز أقول لكم الأسماء اللي كرمها الكابتن الخطيب النهاردة قبل ما نروح لتقرير تاني. نجوم
كرة القدم الكابتن عادل هيكل اللي حضراتكم شفتوا تقرير منذ قليل، وهنشوف كمان تقرير بعد قليل للكابتن ميمي عبد الحميد، كابتن طه اسماعيل والكابتن فاروق الزوي والكابتن مروان كنفاني والكابتن طه الطوخي والكابتن احمد زايد والكابتن فاروق التركي والكابتن عزت ابو الروس، نجوم الالعاب الاخرى اللي كرمهم الكابتن الخطيب قدام حضراتكم، الكابتن نبيل اسماعيل كره السله والكابتن فتحي الصاوي كره السله والكابتن محمود صالح الرشيدي العاب قوه والكابتن احمد الخادم العاب قوه والكابتن سيد مصطفى طائره رجال، عبد اللطيف ابراهيم طائره ايضا، منير طه تنس طاوله، عبد العزيز الشافي السباحة وعلي كامل السباحة وإبراهيم أمين سكواش وحسنين علي حسنين من الألعاب الأخرى. دي أبرز أو كل الأسماء اللي كرمهم الكابتن الخطيب النهاردة واللي بنستعرضها قدام حضراتكم. إن شاء الله هيذاع هذا الاحتفال مرة أخرى على قناة نادي الأهلي عشان تشوفوه تاني للناس اللي ما شاهدتش هذا المنظر الرائع وهذا الرقي الحضاري للكابتن محمود الخطيب في إخراج هذا الاحتفال أو هذه الاحتفالية بالصورة الرائعة اللي شفناها قدام حضراتكم، صورة ولا أروع من كده بصراحة، حاجة يعني تستاهل، حاجة يستاهلها النادي الأهلي ويستاهلها الكابتن محمود الخطيب، ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه. قلت لكم يعني وهو جالس مش قادر يقف أو مش قادر يكمل، إن شاء الله يرجع بالسلامة يرجع لنا أسد بإذن الله، لكن الكابتن محمود الخطيب منتهى التركيز، مركز مع كل الناس، مركز مع كل الأعضاء، عارف التواريخ وعارف وعوده، وحاجة بصراحة حاجة يعني زي ما قلت لحضراتكم يستاهل كل صوت خده. كمان كان في أصوات كتير أصلا ما عرفتش تدخل تدي للكابتن الخطيب أصواتها، يستاهل كل حاجة. طيب نطلع نشوف تقرير للكابتن محمود الخطيب مع الكابتن ميمي عبد الحميد اللي ما قدرش يروح هذه الاحتفاليه، نروح نشوف كابتن الخطيب مع الكابتن ميمي عبد الحميد. هو أول واحد لعبني في الأول، أول واحد كان بيلعبني في الأول، فبنلعب نادي المصري، كان فيه كابتن محمد شاهين، وكابتن مين بقى لعبني مكان هاف ديفندر يعني في نص الملعب مساك كده، طبعا مش مكاني خالص، بس قال لي تنزل تلعب وتمسك محمد شاهين، فقلت له حاضر، فنزلت بقى لعبت. وبقى فرحان بقى مبسوط ان انا بقى لسه صغير واداني فرصه ان العب فريق اول. بعدين لعبت بقى نص ساعه، فانا كنت لسه صغير والكابتن محمد شاهين كان كبير، فكل شويه الكوره باخدها يعني بقطعها وبجري بيها، ففي واحده خدتها كده وشطها فجت في العرض، فانا بقى زعلان رحت حاطط ايدي على وشي كده ان انا زعلان بقى ازاي تيجي في العرض. فنزل ايديا كده لقيت الكابتن محمد شاهين بيشوط الكوره في العرض، راح قايم بقى زعقلي قال لي قلت لك ما تسيبوش. ربنا يديك الصحة، حاجة متبارك لك، ربنا يديك الصحة. أهلا وسهلا بيك. ده أنت شرفتنا يا كابتن الله يخليك. أستاذنا يعني. وأنت مش معايا عن قرب، أنا معاك عن قرب أوي. ربنا يوفقك أنت واللي معاك على كل حاجة زي ما بتحط فيها خالص خير. متك. الأهلي بابا الجميع. أي والله بص حضرتك وراي كمان. هنا اسم حضرتك وورا الأهلي طبعا فوق الجميع فوق كل ولاده يعني. معايا هنا؟ زي شكرا. ربنا يبارك فيك. ربنا يبارك فيك أنت وكل المجموعة اللي كلكم بتعملوا في خير النادي. واحنا حاسينه عن بعد اهو.
والله شوف والله العظيم محمود افتكرت اول ما جالي محمود مع المجموعه الجروب بتاعته كانوا كلهم زي ما 16 سنه وصغيرين كانوا سنه التلامذة. انا كنت لسه بادئ في التدريب جديد وكان عندي كتب جايبها من المانيا واحاول اترجمها في مكاتب الترجمه فكل حاجه غريبه كل ما اشوف مهاره بنعملها اجد الخطيب نمره واحد فيها هو بيقول ان هو مدافع فشل لا كنا بنلعب على الزون ديفنس وبعدين بقى كان في المحاصصه الصينيه دي كنت بلعبه بتوقيتات معينه على حيث ان هو يقدر يأدي جسمه كان طويل ولكن لسه بقى القوه والكلام ده بندود حصل فيه الدزوي واحد بس عملها ان يرفع رجله فوق دماغه ويسحب الكوره ويحطها دي هو خدها وهو سبق الكوره وخدها بكعب رجله ماتش تونس مصر وتونس مصر وتونس ده النموذج اللي كان بيقول لك ان هو بيعمله بسلاسه مش بالعنوه ربنا يديله الصحه وبركاته يديك الصحه اثرها كان كبير جدا على بابا زي ما انت حضرتك شايف كده كان اللقاء شكله ازاي لان بابا طبعا ضرب الكابتن بابا كان مدرب فيرست تيم نادي الاهلي وكان ماسك قبل ما يمسك فيرست تيم نادي الاهلي محمود وهو في الناشئين فالعلاقه كانت قديمه جدا هو اللي صعده للفيرست تيم نادي الاهلي والكابتن محمود يمكن اشار لدوا في مقابلته مع بابا كده وفكروا باللي حصل فكان اللقاء طبعا جميل جدا يعني انا عايز اقول لحضرتك ان اولادي كلهم وابنائي وابن اخواتي كده كلنا بالنسبه لنا كابتن محمود الخطيب هو مثل اعلى طبعا احنا كل ابناء في مدرسه الكوره في النادي الاهلي هم 11 حفيد للكابتن ميمي ولاده وبنت واحده هي فهو بابا بيقول دائما انا كملت الفريق ودائما لما يجي يدي مثل للاولاد يديهم مثل بالكابتن محمود اصر جدا في الانتخابات بتاعت النادي انا كان عندي ظروف صحيه كنت عامل عمليه اصر ان انا وانا خارج من العمليه كانت ثلاث عمليات ورا بعض ان انا لازم اروح احضر الانتخابات بتاع النادي الاهلي عشان بدل هو ما مش قادر يتحرك ان انا امثل انا واخويا نمثل بنيابه عنه نمثل الاسره وندي صوتنا للنادي الاهلي ممثلا في محمود الخطيب انا كنت تعبان شويه وبرغم من كده شايف الخطيب كان في المستشفى مرات عديدة وكنت أنا عارف إن أنا لو رحت هاخد كل إخواتي اللي تبعي دول لازم كلهم بيحبوا فكنت أتحايل على كده إن أنا أروح لوحدي ينزلني بالعربية في السكر البعيد وامشي احاول اغطي على تعبي انا بحب الكابتن الموهوب بيبو من ضمن الحاجات اللي مش افتخار ولا انا كمدرب مثلا ليه ما لقيتش حاجه اعلمها له مهاره دفاعيه قبل ما يكون مهاره هجوميه ويمكن في الشرايط اللي ربنا أراد إن أنا يحتفظ بيها ما تهضرش باين إنه لاعب متوازن حولها لك 33 وثلث 33 وثلث 33 وثلث كل جزء الدفاع صنع اللعب إنهاء الهجمات هذا الخصيب في كلمتين صغيرين كابتن بيبو نورنا وشرفنا ويعني دي أخلاق النادي الأهلي دي تربية النادي الأهلي دول أولاد النادي الأهلي رد الجميل دي حاجة كبيرة زيارة دي ليها وقع مميز جدا 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 على بابا طبعا بجد ساعدنا بيها كلنا
وهو أسعدنا جدا بوجوده. بجد 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 ممتن جدا 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 للزيارة، أثرت فينا كلنا أولاده أكتر كمان منه. أنا كنت فرحان أول اللي أنا شفت كابتن بيبو، أنا بحبه جدا أصلا، أنا نفسي أصلا أتصور معه من زمان. كانت حركة حلوة قوي، وأول مرة أشوفه أتصور معه كنت فرحان قوي. كنت فرحان لا تصورت مع كابتن بيبو، وفرحان جدا لا تصورت معه وتصورت مع جده وكل حاجة. فرحان عشان كابتن بيبو جه حدا، وفرحان جدا اللي هو تصور أصلا.